الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن لمدارسة الألفاظ المتشابهة في القرآن. الفرق بين غل وغل، غل وغل. أما غل فهو بفتح بالفتح، وهي الخيانة، الخيانة في الغنيمة. قال الله تبارك وتعالى مبرئا النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أما غل قال الله تبارك وتعالى، وهي بالكسر بمعنى الحقد والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد وما شابه ذلك. قال الله جل وعلا مبينا حال أهل الجنة: وقد طهرهم الله تبارك وتعالى من كل هذه الأمراض القلبية، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يعني أهل الجنة لا يكون بينهم اختلاف البتة، لا يكون بينهم اختلاف أو تخاصم أو بغضاء أو شحناء أو حقد أو أي أو كراهية أو أي شيء من ذلك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.